عمان في مصاف الدول المتقدمة، رؤية طموحة بإرادة أساس التنمية وهو المورد البشري، حيث أن الرؤية المستقبلية لعمان 2040 وضعت في الشباب العماني أكبر استثمار من خلال المبادرات والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق هدف أسمى وهو أن يكون الشباب العماني واعٍ ومبادر ومواكب لعصره ومتمسك بهويته الوطنية ومشارك في التنمية المستدامة. من منطلق ذلك تؤمن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المديرية العامة للشباب أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم وتعزيز قدراتهم وتوسيع فرصهم في المشاركة الفعلية في بناء أنفسهم وتطوير مجتمعاتهم هي ركائز أساسية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ليؤسسوا لمستقبل واعد يبعث على التقدم والثقة.